كيك سفنجي بطعم الفراولة. طبعا أنا هاي سابقا مقدمة نفس الكيكة، لكن كانت بغير ديزاين وبغير طعم. نجي وياكم على المقادير حتى نختصر. أنا راح أبدي رأسا بالعمل. عندي هنا 10 بيضات، طبعا مفصول عندي الصفار عن البياض. زين أني فأول ما أبدي أخذ أشتغل بالبياض، وهنا عندي ملاحظة أنا دائما أذكرها للبنات، حتى تنجح عندكم الكيكة الإسفنجية لازم يكون عندكم المضرب الكهربائي، طبعا ما بي أي قطرة مي، ويكون خالي من أي دسم، وكذلك الطاسة يعني لازم تكون همتين عندكم ناشفة تماما من أي مي أو أي دسم بها، حتى تنجح عندكم الكيكة الإسفنجية والبياض يكون ما بي قطرة من الصفار. يعني هذين الشغلات انتبهولهن في نجاح الكيك الإسفنجي. هسه أول شيء أنا راح آخذ عندي هنا 2 ملاعق كبار من الخل الأبيض، راح آخذ ملعقة واحدة أضيفها هنا على البياض وملعقة أضيفها على الصفار. طبعا هاي فائدة الخل الأبيض، هو حتى أول شيء يقتل الزفرة بالبيض، وثاني شيء يساعد الكيكة على الارتفاع يكون أفضل. عندي هنا رشة ملح، أخذ كلش قليل مو هواية، رشة ملح أخليها على البياض. أول شيء راح أخفق طبعا هذا ربع كوب سكر، بس شوية أخفق البياض وبعدين أضيفه. هسه صار عندي بهذا الشكل، يكون يعني متماسك وقوي شبه المرنج، حتى لو هيك الطاسة نقلبها ما راح يوقع عندكم. راح اخذ الصفار، طبعا الصفار اول شيء راح اضيف عليه السكر، هذا عندي كوب وربع السكر، هنا انا خليت ربع كوب، هنا الصفار خليته كوب وربع. طبعا هذه انصحكم يعني تعتمدون عليها لانها كلش ناجحه، انا صراحه دائما يعني استخدمها باي كيكه باي وصفه استخدمها. يمكن تشوفون البيض هوايه يعني كثير، لكن يعني هذا الشيء ما يهم، بالعكس طلع عندنا كيكه مرتبه ومرتفعه بنفس الوقت وناجحه وما تفشل عندكم ابد، وحتى زفر ما بيها، لانه الخل الابيض راح يقتل بها اي زفره، يعني اطمئنوا من يسووها. وشي ثاني يعني تهتمون شلون، مثلا بيض واحد يقول لا يمكن مكلف، لا بالعكس مو مكلف، يعني هو البيض ايش قد يعني سعره، حتى مو غالي يعني، بالزايد راح يكون عندكم 1000 دينار، يعني مو فد شيء يعني مقابل كيكه ناجحه وحلوه. زين يعني هسه راح اخفق هذا الصفار. هسه صار عندي بهذا الشكل لونه على بياض، لازم يوصل لهاي المرحلة. أنا طبعا هنا ضفت عليه يعني خليه أعيدكم مرة ثانية، ضفت عليه كوب وربع من السكر، وضفت له ملعقة كبيرة أو ملعقة كوب تخلوها من الخل الأبيض. هسه راح أسوي أخذ هذه الطحين، يعني عندي الطحين هنا كوبين من الطحين، كوبين من هذا الطحين، يعني قياسات الكوب يعني لازم كلها تكون نفس القياس، نفس الكوب يعني تقيسون به كل المواد، يعني نفس هذا الكوب أني أخذت الطحين، خليت من عنده كوبين من هذا الطحين، وضفت له ملعقة كبيرة من النشا، وضفت له كيس واحد من البيكنج باودر ما يعادل ملعقة ونصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، ونخلطه هنا 3 مرات، كل ما تنخلوه طبعا هو يكون أفضل وأحسن. عندنا هاي الفانيلا بطعم الموز، انتو اي فانيلا تحبون تضيفوها تخلوها، ممكن يعني تقريبا هنا خليت ملعقة صغيرة ملعقة شاي من الفانيلا. هسه راح اخذ الطحين هذا مجهز يعني كامل، اضيف شوية شوية واخفق المزيج، يعني كل هسه عندي صار بهذا الشكل الطحين. انا قلت لكم يعني اخذ شويه شويه، ما اخليه راسا مباشر كليته. زين اني هنا عندي ماخذه
ضايفة هنا عندي 3 ملاعق كبار من الزيت، 3 ملاعق كبار زيت، زائد 3 ملاعق كبار من المي، أضيفه شوية شوية. صفار شوفوا صار يعني ثخينه، راح اخذ من البياض اللي خفقته، هم اخذ شويه شويه وامزجه ويا الماده اللي سويتها. هنا هم تنتبهوا لها الحركه، لازم تكون يعني نفس الحركه، مو تعكسوها، حركه واحده على شكل حركه دائريه، تاخذها من جوا لفوق هيك، باعوا من جوا هاي الحركه تكون بشكل دائريه، والاتجاه نفسه طبعا ما يتغير. المواد كليتها صارت عندي جاهزة، واخذ هذا القالب المستطيل لاني راح اسويها مستطيلة وقطعها صغير على شكل يعني قطع. طبعا انا كنت مجهزة الفرن قبل 10 دقائق يعني حاميته الفرن، حتى يكون جاهز للاستعمال. بس راح ندخل الفرن، ما برد عندي الكيكه ما ورا ما ابردها. عندي هاي احضر الحشوات اللي هذا جلي بطعم الفواكه والفراوله، راح اخذه واذوبه بكوب واحد من المي الحار، مي يعني كلش حار، لازم يعني درجه الغليان ما تكون قويه. أضيف لهذا الكوب واحد من المي الحار وأخفق، خفقتها بهذا الشكل صارت عندي يعني ناعمة كلش، والشكل عندي كله ذا، لازم كله يذوب السكر الموجود بيه. راح أتركها على صفحة شوية تبرد. راح أجهز هسه عندي الكريم شانتيه، هذا طبعا طعم الفراولة، أنا اليوم أسوي الكيكة تكون طعم الفراولة، وأضيف له حليب مطعم بالفراولة، هذا طعم فراولة يكون، أضيف له تقريبا نص كوب، ما أدري إلا هواي نص كوب، حتى شوية تكون عندنا متماسكة يعني الكريمة، هذا نص كوب زبدة. وأخفق. بعد ما خفقتها بهذا الشكل راح أضيف لها كريمة الخفق، هذه كريمة الخفق هاي تقريبا مقدارها يطلع عندي كوب وربع. إذا ما متوفر عندكم هاي الكريمة مو مشكلة يعني استعمالها، ممكن يعني تعوضها بس بكريم الشانتيه إذا ما متوفر عندكم. وأبدي أكتب هذا الشكل دمجة كريمة الخفق مع كريم الشانتيه اللي هو مطعم بالفراولة طبعا. وعندي هنا الجلي، طبعا هنا عندي برد، صار عندي بارد، هسه راح اضيفه ويا هاي الكريمه اللي خفقتها بهذا الشكل. انتبهوا هنا لازم ما تكون حاره زين عيني حتى ما تخرب عندكم الكريمه. هسه صارت عندي بهذا الشكل وبهذا اللون، انا طبعا هسه راح ادخلها للثلاجة حتى تبرد عندي تتماسك اكثر. والغاية من اضافة الجلي اللي بطعم الفراولة هو اول شيء حتى يعطيها نكهة طيبة، وثاني شيء حتى يعطيها تماسك اكثر يعني تكون قوية، فراح اخليها بالثلاجة حتى يجمد عندي اكثر الكريمة. بعد ما كملت كريمة طعم الفراولة عندي هاي طبعا نوعيتها كلش ممتازة، باستا كريم باستا، طبعا هاي تكون بعد اضبط من كريمة الشانتيه واقوى، وبنفس الوقت طعمها طيب كلش. بالنسبة للبنات اللي موجودين في بلجيكا ومنطقة فيرفيا او لياج،
ممكن يعني يلقوها بالمحلات التركية متواجدة هذه. زين أني وهذه همتين موجودة بالكارفور المحلات التركية، أيضا عندنا بلجيكا فيرفيا بأي مكان يعني موجودة تلقوها. هم هاي استخدمها لتلميع الفواكه وتنطيها يعني لمعة. هذه الكيس إن شاء الله هسه راح يعني أبين لكم طريقة تحضيره شلون. بس هسه عندي راح أحضر الكريمة اللي أحشي بيها، أيضا كريمة طبعا تكون بلون الأبيض وطعم الفانيلا. هاي بيها كيس واحد طبعا، هذا الكيس راح أديره هنا، هذه راح أديره وأضيف هذا الحليب. عندي حليب بارد راح أضيف 3/4 كوب يعني مو كوب كامل، وأيضا راح أضيف له كريمة الخفق. بالنسبة اللي ما متوفر عنده كريمة الخفق يعني مو مشكلة لا يضيفها، بس أنا كون عندي متوفرة يعني فحبيت أضيفها وياه حتى يعني زايد عندي كمية الكريمة صار عندي أكثر بعد. هاي أصبحت عندي بهاي الشكل، شوفوها شانت ماسكة وحلوة. هاي هنا أنا خفقت يعني شكلين الكريمة، كريمة سائلة والكريمة الباودر. هسه طبعا راح شوية أخليها بالثلاجة لحد ما الكيكة طبعا أبين لكم شلون أقطعها وأحشيها. هسه بعد ما بردت عندي تماما يعني خليها للآن شوي مستعجل عليها، فخليتها تقريبا 3 ساعات بردت، راح أبدي أقطع. شوية أرطبها، أخذ هنا عندي أي مشروب عندكم يعني ميرندا أو 7 أب أو عصير برتقال أو شيرة شوية خفيفة سووها القطر، يعني أي شيء عندكم موجود ممكن يعني تستخدموه. أنا هسه هذا استخدمت 7 أب كان عندي متوفر، ممكن يعني أخلي يعني هم يصير لي شوية طعم طيب أو حليب كيفكم يعني أنتوا حسب يعني اضطرابه.
المكتب هاي الشكل، التغطية راح أدخلها للفريز أو المجمدات، تبقى تقريبا مدة من 5 إلى 6 ساعات لحين يعني تجمد عندي الكريمة كلش. حتى من أقطعها راح يكون عندي التقطيع مالتها بشكل يعني نظيف، وتجي عندي التقطيعة مالتها يعني بشكل عدل. زين يعني نروح أوديها للمجمدة ووراها نكمل المرحلة الأخيرة بالفريز. بعد ما جمدت عندي راح أقطعها، طبعا هي تكون شوية جامدة هنا عندي، فأخلي مي حار وأخلي السكينة بيها على مود يعني تسهل عندي عملية التقطيع. زين يعني هسه راح أبدي أقطعها. جيلاتينية. هذا الكيس الواحد أفرغه بأي جذرية عندي، وأضيف له تقريبا كوب ونصف من المي، وأضيف له ملعقتين كبار من السكر، وأخليه شوية على النار بس شوية يعني يذوب عندي، يصير بهاي الصورة بشكل جيلاتيني. هاي مادة يعني لماعية تطي لمعة ونفس الوقت يعني تحفظ هاي حبات الفراولة، لأنها شنو عندي الفراولة يعني ما تتحمل يعني أكثر بسرعة يعني تخرب، فتتخلى بهذه الشيء على مود حتى ما تخرب. هسه صارت عندي بهذا الشكل، إن شاء الله تنال رضاكم وإعجابكم هاي الوصفة. أرجو أن يعني تجربوها، وصفة كلش حلوة وطيبة. بنهاية الحلقة أرجو ما تنسون دعم قناتي باللايك ومشاركة الأصدقاء. استودعكم الله في أمان الله.